تحية من برنامج تحديات إيمانية عبر تشاريتي تي في. اليوم موضوعنا عن معمودية القاصرين والأطفال من دون حريتهم، هل هالأمر يجوز؟ نعم أم لا؟ أكيد رح نستوضح أكثر مع ضيفنا الأب بيتر مدروس. أهلا وسهلا فيك. مرسي. تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين آمين. بالنسبة لمعمودية الأطفال، لما بقولوا لي ليش منعمد الأطفال من دون ما نستشيرهم؟ عندهم الحرية، الدين المسيحي مبني على حرية الفرد. إيه بس في أشياء ما يعني أنا بصير أضحك أولا، لأنه ما استشرنا أطفالنا لما جبناهم على الدنيا. استشرتي ولادك حضرتك؟ لا ما استشرت. لا طيب، ما استشرتي ولادك لما طعمتيهم، ما استشرتي ولادك لما رضعتيهم، لأنه في خيرات مطلقة، خيرات مطلقة ما منستشير فيها أطفالنا، ولكن برضو في سبب وفي أسباب. إذن السبب الطبيعي هو أنه الوالدين لأنه محبتهم لأطفالهم هي أكبر محبة، مع أنها نقطة من بحر من محبة ربنا لإلهم. نعم. ما بيستشيروا أطفالهم للأمور اللي هي خير مطلق للطفل، حتى إنه لو تركنا الطفل مثلاً، الطفل تيصير عمره 3-4 سنين بحب الشوكولاتة والحلويات، لو بدنا نتركه على رأيه ما بيتغذى، وطبعا الامراض لا سمح الله بتفتك فيه بدايه بالسكر. هون امر مختلف ابونا، يعني قصه الحياه والولاده انك تعطي حياه لطفل هيدي للاستمراريه، وهيدي امر طبيعي يعني ان كان عند المسيحي ولا عند البوذي ولا عند غير حدا تاني. طيب. قصه الاستمراريه هيدي غير موضوع. حلو، قلتي شيئين، الحياه والولاده. نعم. هيدي رح ارجع لهم بعد شوي، يسوع رجع لهم. يعني قصه انه اخذت رايه واجا ولا ما اجا، هيدا شيء كثير طبيعي انه ما تاخذ راي ولدك، لانه في استمراريه بمختلف الاديان. بس قصه المعموديه اختيار الدين صار امر مختلف. عفوا، هلا احنا بنحكي عن المعموديه. نعم. المعموديه هي امر خير مطلق للطفل. المعمودية أهون مصيبة، إذا بدنا نعتبر أنه في إكراه في المعمودية، المعمودية أهون مصيبة من الختان، ولا لا؟ اليوم في دراسات عن الختان بتقول أنه بيأذي الصحة. مزبوط. دراسات كثيرة. فالختان ما فيهم يشيلوا، المعمودية نزلت هالمي نشفت. بس قلتي كلمتين، الحياة والولادة. المعمودية هي ولادة جديدة من الماء والروح، زي ما يسوع قال لنيكوديموس. عادة يعني الحياة في الجسد. نعم. والحياة في الروح. الوالدين المسيحيين بيعطوا الحياة في الجسد، وبيطلبوا من الكنيسة أو هن نفسهم إذا في لا سمح الله خطر على حياة الطفل، بيعطوا بالمعمودية بقوة ربنا بنعمة ربنا ميلاد وحياة الروح. كلمتين، الحياة والميلاد، أو الميلاد والحياة، الميلاد لهذه الحياة، والميلاد آنوثن من جديد، من جديد ومن علو، هيدي معنى أنوثن في إنجيل يوحنا فصل 3، والميلاد من الماء والروح اللي مار بولس بسميه بالرسالة لتيتوس غسل بالينجينيسيوس، يعني الميلاد الثاني، غسل الميلاد الثاني. يسوع بقولنا، هلأ احنا منؤمن بيسوع ولا لا؟ المولود من الجسد، على فكرة باليوناني مش الجسد، من اللحم، ساركس، ساركي، المولود. آسيا أكثر الكلمة. كيف؟ آسيا أكثر الكلمة. آسيا طبعاً لحم. بس لحم. بتعطي دلالة أوضح. مزبوط، استمتمك. المولود من اللحم هو لحم فقط، المولود من الروح هو روح. أطفال المسيحيين، ما بنحكي عن أطفال البوذيين ولا أطفال غير المسيحيين الباقيين، أطفال المسيحيين اللي هن غير معمدين، هن مولودين فقط باللحم، مش مولودين بعد لا من فوق ولا من جديد
ولا من الماء ولا من الروح، زي ما قال يسوع لنيقوديموس يوحنا 3:1 وتابع. عشان هيك بعدين ما هو الطفل ما بيعرف مصلحته، عشان هيك لتربيته في الإيمان المسيحي، أنا راح أطمنك على الآخر يعني، لتربيته في الإيمان المسيحي عنده الوالدين وعنده الأشابين العرابين. العرابين الأشابين هيدي كلمة كنعانية أو عبرية، شوشبين بعدنا بنستعملها يعني بالزواج، شبين وشبينة للعروس والعريس، هي كلمة أرامي عفوا عبرية أو حتى بيكونوا كنعانية. عراب وعرابة فيما بعد بالضبط. هاو مش بس إنه يجيبوا هدايا للطفل هيك بيفهموها، لا، ومرات يجيبوا واحد من الشارع بقولوا له وقف شبين، في سهر على الحياة الروحية حيث في ثغرات من قبل الأهل. نعم، وكمان في كتاب التقليد أو في كتاب التقليد الرسولي، كتاب تعليم الرسل 12، بنلاقي إنه لما بيسألوا الطفل العرابين هن اللي بجاوبوا، يعني بجاوبوا عن الطفل، وإذا الطفل هو نفسه فيه يحكي بيقول أنا بدي أتعمد. على كل حال حتى نخلص من كل هالخبرية كلها سوا والاعتراض كله سوا، إنه في المسيحية الحرية، يعني هيدا اللي عمدناه وهو طفل، بكرة تيصير عمره 10 سنين أو 20 وكيقول أنا ما بدي يكون مسيحي، أنا بدي يصير بوذي، بدي يصير كونفوشي، ما حدا بيقتله. طيب ليش مش العكس بيصير؟ بس يكبر ويقرر يكون مسيحي بيتعمد عن قناعة، ليش بده يلتزم بدين أمه وبيه اللي ورثه بالطبيعة، ومش هو عن قناعة شخصية بس يصير بعمر قادر أنه يختار بيتعمد؟ وين المشكلة؟ المشكلة هي ذاتها، يعني أنت عم تقلبها أبونا، عم تقلي بس يكبر بغير، ليش مش هو بس يكبر بقرر إذا بده يكون مسيحي ولا لا؟ لأنه معناتها إنه بطبيعة الحال إذا عاش بعائلة مسيحية رح يقرر يتعمد، وإذا عاش بعائلة يمكن عايشة على الهامش يمكن ما يتعمد ويختار دين آخر. هو ممكن يقرر أي شيء بده إياه، ولكن المسيح شو بقولنا، بل كل الأديان الماضية، كل الأديان الماضية بما فيها الدين اليهودي وبعده الإسلام، تبع اليهودية في الختان، مع أنه مش مذكور عفوا في القرآن، ما بدي أتطفل على العالم الإسلامي، كل الناس كانوا يشعروا أنه كل طفل بيولد يجب حمايته من المصايب الطبيعية، حمايته من الأرواح الشريرة. إحنا المسيحيين نؤمن بشيء اسمه الخطيئة الأصلية، إذن العماد يمحي الخطيئة الأصلية، الخطيئة الأصلية اللي لمح عليها صاحب المزامير مزمور 51 أو 50 باليوناني، ها أنا ذا بالآثام ولدت وبالخطايا ولدتني أمي، حتى الفعل العبري وحمت بي أمي، معناته أنه في نحن أبناء الطبيعة نتحول إلى أبناء الله عن طريق طبعا دم المسيح، وفي المعمودية، في المعمودية ندخل إلى الكنيسة، يعني في عدة أمور، محو الخطيئة، أول شيء الكلام اللي قاله يسوع، ولد بالجسد، طب أنا مسيحي، أنا مني وثني، بدي أولد بالروح، بدي أولد بالروح، بأخذ أول سر التثبيت والمعمودية. بالضبط. طب أبونا مرات بتسمع كلام أنه أنا بدي أعمد بعمر صغير، بلكي الولد مات أو صار له شيء حتى يكون معمد، تيموت معمد. مزبوط. طب اليوم في كتير أولاد عم بيموتوا منهم مسيحيين، هو ده في تمييز، يعني ربنا بيميز بين عائلة وعائلة تتقول أنه ما أخذ التنشئة المسيحية وياخذ قراره بس يكبر؟ في كتير أطفال بيموتوا هن مش مسيحيين ومش أخذين سر المعمودية، الله ما بيميز. أطفال المسيحي عفوا المسيحي، بهمني هيدي النقطة نشرحها، شو مصير هؤلاء الأطفال اللي مش معمدين؟ المسيحي، كلام المسيح واضح، نعم، المولود من اللحم هو فقط لحم. هلأ كلام المسيح لأتباعه، اللي ما تبع المسيح منه مجبور بشريعة المسيح، هيدا العدل، العدل أنا طلابي بقدموا امتحان معي في المقرر اللي معي،
ما فيني أطلب من الطلاب، من طلاب صف تاني مادة تاني إنه يقدموا الامتحان معي. مسألة عدالة. إذن في المسيحية في سمو فوق الطبيعة، في اليهودية في محاولة سمو فوق الطبيعة بس ما بتطلع كتير. نعم. في خبرية الختان، والختان هيدي محدودة للذكور، مع أنه كان في عند اليهود كمان ختان للإناث تخلصوا منه سنة 1000 ميلادي. إذن عندنا هيدا السمو بالطفل مع كل هالعناصر اللي قلناها، ميلاد ثاني من الماء والروح، ميلاد من فوق، زي ما قلنا التنقية من الخطيئة الأصلية، الدخول في الكنيسة المعمودية باب المقدسات يعني الأسرار السبعة، بعدين الرسل والتلاميذ عمدوا مسيحيين، بعدين لا شيء طبيعي أكثر إنه الوالدين ينقلوا للولد أهم شيء عندهم، مش هو بس الجينات والحياة الطبيعية بل حياة الروح. بتلاحظوا المقدسات هي تقابل الحياة الطبيعية، القربان الأقدس يقابل الغذاء، المعمودية تقابل الحياة، التثبيت يقابل القوة، الزواج تأسيس أسرة جديدة وإلى آخره. بعدين الرسل عمدوا أطفال، يعني إذا بعد إذنك لما بقولونا ما بدنا نعمد أطفال، مش لازم نعمد أطفال ولا قاصرين، لأنه المسيح قال في متى 28-19 اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس وعلموهم. إذا مش لازم نعمد أطفال. أو مرقس 16-15 وتابع، من آمن واعتمد يخلص. هيدا بتلاقي الجواب عليه بالجواب من الكتاب إذا فيك تورجين. هيدا استكمال يعني لعمل الدخول إلى الكنيسة لما يكونوا هيدا الكتاب قصدك أبونا. نعم. أكل حال هيدا كتاب قيم جدا، ونحن خلال هالحلقات عم نستفيد بأسئلة وعم بتجاوبنا مثل ما مجاوب بقلب هيدا الكتاب. في إله ملحق كمان، وفي كتاب صغير موجود بأكثر من مكتبة، يعني كل واحد عنده أي سؤال بيقدر يحصل على الجواب من خلال الكتاب المقدس. مزبوط. هلأ حلو، بعد إذنك أرد على هيدا الموضوع. هيدي أشياء بسميها المرحوم الأنبا شنودة الثالث بطريرك الأقباط المتنيح بسميها آيات يتيمة. يعني هيدي آيات مسلوخة عن كل الآيات الثانية اللي بتثبت معموديات أطفال عن طريق معموديات العائلات ومعموديات الجماهير. يعني يسوع حكى هيدا الكلام قبيل صعوده إلى السماء. طيب قبل فيه مين؟ حديث يسوع مع نيكوديموس، وين راح؟ ثانيا الرسل، مار بطرس في خطبته الأولى أعمال الرسل فصل 2 آية 39 بيقول الوعد هو لكم ولأبنائكم. إذا اعتمدوا كم من شخص؟ 3000 شخص. معقولة كلهم كانوا فوق 30 سنة؟ مش ممكن. معقولة ما كان في ولا طفل ولا قاصر بينون؟ كانوا تركينهم عند بيبي ستر في البيت. بعدين أعمال الرسل فصل 10 كورنيل مار بطرس عمد مين؟ عمد كورنيليوس الضابط الروماني من الفرقة الإيطالية. نعم. وجميع أهل بيته وأقربائه وأنسبائه وأخص أصدقائه اعتمدوا كلهم باسم الرب يسوع. كلهم كانوا كبار، ما كانش في بينهم أطفال. طيب هيدا بس بطرس. طيب بولس عمد مين؟ في وهو خارج من السجن عمد، لا أولا عمد ليديا وجميع أهل بيتها. شوف النص شو بقول، فتح الله قلبها. نعم. بالمفرد المؤنث. بعدين قالت لهم إذا كنت أهلا أن أستقبلكم في بيتي، المفرد برضو المؤنث. بقول ولما اعتمدت هي وجميع أهل بيتها. طيب ليه ما اعتمدت لوحدها؟ لأنه شو المبدأ المنطقي؟ إذا في اختلاف في المبدأ بين الوالدين والأطفال، خصوصا إذا الأطفال قاصرين، معناه تبطل في استقرار في الحياة، ما فيش منطق في الحياة. بصير الطفل يتعود إنه كل شيء بيحكيه والديه إنه هو ضده،
وهيدا طالما هو قاصر فإذا هو في رعاية الوالدين، الوالدين بيقدموا له كل شيء، بعدين بيوصل سن الرشد سن البلوغ بياخد قراراته لوحده. على كل حال مار بولس عمد نعم. أول شيء ليديا في نفس الفصل عمد 34 وتابع عمد السجان، مش مذكور اسمه، أنا بسميه أبو كلبشة زي مع غوار السجان نعم. السجان مش مذكور اسمه، هلا عن السجان شو بقول 34 هيدي خط أطباء شو بقول؟ اعتمد هو وذووه أجمعون، ذو يعني كل قرايبه، العائلة بالليل كلهم سوا، معناتها كبار صغار زي ما بقولوا باللبناني شي بروس وشي بلا روس. بولس فصل 18 آية 8 عنا قسمين حلوين من هيدي الآية. القسم الأول بيقول وآمن كريسبوس رئيس مجمع اليهود وجميع أهل بيته وكثير من الكورنثيين آمنوا واعتمدوا. طيب إذا هو اعتمد مع جميع أهل بيته معنا كثير من الكورنثيين كمان اعتمدوا آمنوا واعتمدوا مع جميع أهل بيته. هيدي حالات استثنائية أبونا، بالعكس هيدي منا حالات عامة، نحن وصلنا للمعمودية للأطفال، هيدي صارت حالة عامة الكل بيعتمدها، بس بوقتها كانت البشارة عم تنتشر، كانت البشارة ببدايتها، كان في انتقال من الأنا للآخر، يعني شيء طبيعي أنه تصير هذه العمادات الجماعية بهيدي الطريقة. بس اليوم المبدأ مختلف، صرت أنت مسيحي عم بتعمد ابنك انه يكون مسيحي، يعني هيدا التدين الطبيعي اللي ورتينه منك. وبعد ما جاوبتني على سؤالي انه الطفل غير المسيحي شو مصيره؟ لحظة بس خلينا نكفي هون، اول بدنا نشوف انه الانسان البالغ لما صاحب مسؤولية ما كان يعتمد لوحده، كان يتعمد هو وعيلته وجميع أهل البيت. نعم. هلا 1 كورنثوس 1:16 بيقولوا عمدت ايضا بيت استفانوس، ما عمد الكراسي والخزانات ولا أكيد. عمد اهل البشر البيت. نعم. اوكي هو بس مين؟ بس بطرس وبولس. طيب عندنا 12 رسول اكيد عملوا نفس الفعل. هلا المصير الطفل زي ما في عنا قبل مصير الطفل مسؤولية الوالدين، يعني المسيحيين الأولين كانوا يعمدوا الطفل نفس يوم ميلاده، يبعثوا وراء الأسقف الكاهن الشماس أو هن نفسهم يعمدوا إذا في خطر على حياته. ثانيا صاروا يدفشوها، بتعرفي شو يعني يدفشوها؟ لليوم الثامن لأنه مقابل الختان. برضو على فكرة هيدي مهمة، الرسالة لأهل غلاطية خصوصا فصل 3 آية 26 وتابع 27 وتابع بيضع المعمودية مقابل الختان، أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم المسيح قد لبستم. بطل في فرق بين عبد حر، يوناني، ذكر وأنثى، وين في فرق بين ذكر وأنثى؟ في الختان. إذن يقابل، عشان هيك عنا بالعائلة عمدونا كلنا، مع ذلك أنا رحت مرضت وأنا صغير من أولها بعمل مشاكل يعني، فعمدونا في اليوم الثامن، بعدين صاروا يدفشوها أكثر عبين ما يجي الشبين من كندا أو من هنا لولو حفلة أو نعمل حفلة ومعنا مصاري والكاميرامان وإلى آخره. هلأ مصير الأطفال في عقيدة بالكنيسة بتقول الينبس، يعني إنه لأنه يسوع قال إن لم يعني يولد أحد من دون تحديد عمر نعم. من الماء والروح لا يقدر أن يرى ملكوت الله. طيب الطفل ما عنده مسؤولية، هذه مش مسؤوليته، صحيح هذه مسؤولية إذن البيئة اللي فيها. إذن آخر وصية للكنيسة الكاثوليكية بتقول طبعا هاو ملائكة، يعني ما في عليهم ولا أي ذنب، أبرياء منتركهم لرحمة ربنا. طبعا رحمة ربنا يعني كبيرة، بيكونوا في الفردوس السماوي أكيد طبعا، ولكن في مسؤولية كبيرة على الأهل. على كل حال هيدا من خلال الوحي اللي كنت عم تحكي عنه بحلقة سابقة، عنا الوحي وعنا العقل وعنا التقليد، فالوحي بيعطي الكنيسة الإلهام لحتى تشرح يعني كل هذه. بصراحة الوحي واضح، إن لم
يولد أحد من الماء والروح يولد آنوثين من جديد أو من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. معناته هيدي تنطبق زي ما نقول بشدة وصرامة من دون أي تحفظ على البالغين اللي فيهم يتعمدوا بأجل العمل. بالنسبة للأطفال ما عندهم ذنب، إذن هنا يدخل مع الوحي يدخل العقل. العقل يدخل تقليد الكنيسة. تقليد الكنيسة بصراحة ربنا كان إشي مؤلم وما زال مؤلم في بعض الكنائس الشقيقة، إنه طفل بيموت بدون عماد ما كانوا يدفنوه في مقبرة المسيحيين، بينما الكنيسة الكاثوليكية اللي بيقولوا عنها إنها شديدة وزي ما بيقولوا بالسوري فرتشفر طورت هذا المفهوم. طور. طيب هيدا طفل شو ذنبه؟ شو ذنبه؟ طبعا الكنيسة ما قصدها تكون قاسية مع الطفل، يعني بحكي للجارة تسمع الكنة حتى تقول للأهل أول ما يولد الطفل عمده يا عمي أعطيته حياة الجسد وما استشرته، هلأ بتعملوا لنا 100 خبرية وقصة. هيدي بهدف الحماية، مثل ما في حماية من المصائب الطبيعية هيدا هدف الحماية من أي روح شريرة، من كل قصة الخطية الأصلية. لأختم الحلقة معك أبونا، هل في عيني الرب تمييز بين المعمد اللي خلق أصلا بعائلة مسيحية وبين المعمد باختياره هو اكتشف المسيح؟ يعني مش ما بدي أقول تمييز، بس هل من حظوة معينة في ملكوت الرب؟ الحظوة الأكبر والفضل الأكبر هو للوالدين اللي بيعمدوا أطفالهم، لأنه بيثبتون على العماد، بيكون في نعمة في الطفل. ومن أكبر جرائم العلمانية في الغرب إنه صارت موضة إنه ما يعمدوا الأطفال، فيصير الواحد عمره 50 سنة ويجي يطلب المعمودية والكنيسة تتلبك وتفرض 3 سنوات وعظ وإرشاد وإعداد وإلى آخره، وساعة بعمدوا ساعة. بس طبعا مش لازم رفض المعمودية، زي مش لازم رفض المعمودية أبدا لأطفال ناس وضعهم في الزواج غير مستقر أو غير طبيعي. وبعدين طبعا فرح كبير في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 في الجيبة، يسوع ما قالش في الجيبة. أكيد بس بكل الأحوال يعني هاي الأمور هيك، هيدا فرح وهيدا فرح. إذا بدي أختصر كل الحلقة أبونا بيتر مدروس، ممنوع نصلخ آية من الكتاب المقدس ونفسرها على ذوقنا، لأنه منقدر نشارع أيام وشهور وسنوات لحتى ننقد كلام السيد المسيح، والمعمودية بالنهاية هي الولادة الحقيقية بالروح، ما فيك تكون عايش بس باللحم والدم، لازم تكون عايش بالروح أيضا، هيدا أساس المعمودية بحياتنا المسيحية. أنا بصراحة بقول كلام شوي قاسي أو يمكن يضحك، يسوع قالنا دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعهم. طيب هلا وقت ما كان يسوع قال لهم تعال يا مردخاي يا موشي يا يوسف يا مريم تعالوا يجوا عنده، طيب اليوم يسوع في السماء كيف بدنا نودي اطفالنا لعنده؟ بالمعمودية. يا منعمدهم يا منقتلهم. لا منعمدهم افضل. منعمد. شكرا كثير لك ابونا بيتر مدروس، لنا لقاء بحلقه مقبله. مشاهدي تشاريتي تي في شكرا لكم لمتابعتكم حلقتنا، تضل كلمه فعل ايمان لبناء مجتمع مسيحي افضل، تحديات ايمانيه بترككم بين ايدين يسوع.